هذا الفيديو راح أشارك معاكم برنامج رائع جدا مجاني لتصحيح جميع الأخطاء الموجودة على النظام والويندوز، وبالتالي تحسين أداء جهازك على الألعاب أو على الاستخدام العادي. السلام عليكم شباب، حالكم؟ إن شاء الله ديما تكونوا بألف خير. معكم أخوكم أحمد، رجعت لكم اليوم مقطع أسطوري سنطوري جديد. طالب جماعة الخير، رح يكون معنا برنامج رائع جدا لتحسين الويندوز. أهم شيء أنه بيمكنك من التخلص من جميع الأخطاء الموجودة على نظام الويندوز، ملفات الريجستري، التخلص من الملفات المكررة المؤقتة اللي فيها أخطاء وعليها أخطاء، تنظيف الجهاز بشكل كامل، المتصفحات، الإضافات، مميزات رائعة جدا في هذا البرنامج المجاني اللي بيشتغل على جميع نسخ الويندوز. وقبل ما نبدأ جماعة الخير، زي ما بتشوفون قدامكم على هاي الصورة، أغلب نسبة مشاهدين قناتنا مش مشتركين، يعني بس بيشاهدون المقاطع وبيروحون ما بيشتركون، فبتمنى لو تشتركون في القناة وتفعلون جرس التنبيهات. بإذن الله في هاي القناة راح تلاقوا كل شيء بيخص الكمبيوتر، من حلول المشاكل، شروحات، تسريع الويندوز، تسريع الألعاب، كل شيء بيخص الكمبيوتر راح تلاقوا على قناتنا. عشان ما نطول كتير راح نروح على الديسكتوب يا اخوان عشان نحمل أول شيء البرنامج. راح نروح لموقع الإلكتروني في الرابط في وصف الفيديو وفي أول تعليق مثبت، ننزل للأسفل هون يا اخوان ونحمل البرنامج المستخدم في الشرح. عنده هون أيقونة زرقاء نضغط عليها وياخذنا لهذا الرابط، موقع الالكتروني، نستنى هون تقريبا 15 ثانية، مر الثواني بعدها نضغط على الرابط جاهز ياخذنا لتحميل البرنامج. حجمه بسيط جدا وصغير جدا، 13.6 ميجا بايت. نضغط هون على فري داونلود. لو فتحت اي نوافذ من بطقة هون يا اخوان حاول انك تسكرها، هي اعلانات مزعجة شوية بس الله يسعد ليكم تحملونا شوية. عندنا هون 30 ثانية تقريبا نجتاز كود الكابتشا، ضروري جدا عشان نحمل الملف. البرنامج يا اخوان ممتاز جدا بصراحة، بيوفر كتير خيارات اللي منها إزالة البرامج مثلا الموجودة على الجهاز، تنظيف الويندوز، إلغاء تجزئة للقرص الـ HDD أو الـ SSD. لو عندك HDD أو SSD رح يحسن من أدائه. كتير خيارات بيوفرها البرنامج، بيخلي الجهاز عندك يكون سريع على الألعاب وعلى استخدامك العادي، تتخلص من جميع الأخطاء اللي بتكون موجودة على النظام. مر التواني يا أخوان، نضغط هون على Create Download Link، يتم تجهيز الرابط. نتأكد من حجم الملف اللي حملناه عشان ما نروح نحمل ملف تاني. كليك هير تو داونلود. ايوه هون حجم الملف 13.6 ميجا بايت. نضغط على ستارت وراح يتم تحميل البرنامج. بعد ما نحمله بيجي على شكل ملف مضغوط، نيجي نفك عنه الضغط بالشكل هذا يا اخوان. استخراج HD Cleaner، برنامج رائع جدا، تثبيته سهل جدا وبسيط. نضغط على الايقونه ضغطتين عشان نثبت البرنامج. ثواني بسيطه. اوكي، الأداة مجانية ما بتحتاج أي تفعيل أو أي شيء في آخر إصدارتها. طبعا رح نيجي على الخيار هذا ونغير اللغة ونخليها عربي، العربية بيدعم العربية البرنامج في آخر إصدار له، يدعم جميع نسخ الويندوز 7 8 10 11. هنا يا إخوان إنشاء نقطة استعادة للنظام، بينشئ نقطة استعادة للنظام عشان لو بدك يعني خيار مش بدك إياه تقدر ترجع له. إنشاء قائمة ابدأ، إنشاء اختصار على سطح المكتب، وبدء تشغيل البرنامج بعد التثبيت، إضافة ممكن HD Cleaner إلى قائمة سباق مستكشف، وهون البحث عن تحديثات تلقائيا ممكن. بعدها يا إخوان راح نضغط على تثبيت. تقدر تغير مكان تثبيت البرنامج لو بدك تثبته على قرص ثاني، ما أنا ما بغيره بصراحة. تثبيت هون وراح يتم تثبيت برنامج HD Cleaner. تثبيت HD Cleaner هذه العملية يمكن أن تأخذ لحظة. إنشاء نقطة استعادة، الرجاء الانتظار. بينشئ نقطة استعادة قبل ما يثبت البرنامج عشان لو بدك ترجع الجهاز كيف ما كان قبل ما تثبت البرنامج تقدر ترجع له. إنهاء هون يا إخوان وراح يفتح معنا البرنامج زي ما تشوفون. واجهة بسيطة، برنامج رائع جدا وحلو كتير بصراحة. عاد البرنامج بيجي بهذا الشكل. هون بيقول لي هذا الحاسوب لم يتم تنظيفه حتى الآن ونحن على استعداد لإجراء تحليل. هون عندنا نوع التحليل اللي راح تسويه، تنظيف افتراضي أو عندنا بسيط أو متقدم. احنا راح نختار التنظيف المتقدم. وضع الخبير هو للمستخدم الماهر، حيث يختار المستخدم الإضافات المطلوب حذفها ويتم عرض جميع الإضافات. تنظيف متقدم هون زي ما بتشوفون، منظف المستعرض، منظف النظام، منظف الاضافات، منظف مكتب التسجيل الريجستري، الاضافات، السيستم والنظام، ومنظف المستعرض. لم يتم تحليلها بعد. الاعدادات هون راح يوريك جميع الخيارات والادوات اللي راح يتم تحليلها يا اخوان. المتصفحات طبعا جميع المتصفحات الموجوده على جهازك، انترنت اكسبلورر، مايكروسوفت ايج، الايج كمان، والجوجل كروم. لو بتستخدم فايرفوكس كمان راح يظهر قدامك هون. ملفات النظام هون يا اخوان، كل ملفات النظام
النظام الريجستري وملفات النظام زي ما تشوفون التطبيقات الوظائف كل شيء موجود على الجهاز. يعني انفيديا كنترول بانل رح يعمل تحليل شامل لو في ملفات مؤقتة او مكررة رح يشيل لنا اياها. هون عندنا منظف الاضافات كمان الاكستنشنز والاضافات الموجودة على الجهاز وعلى المتصفحات كمان والريجستري طبعا الاعدادات هون الريجستري الخاصة بالويندوز. نضغط على تحليل الان عشان يعمل اسكان ويعمل فحص. هون بيقول لي هل تريد اغلاق جوجل كروم عشان يتم مواصلة هاي العملية، لو بدك تعمل تنظيف وكلين لجوجل كروم كمان. انا عشان في بعض كلمات السر وبعض المواقع اللي مسوي عليها تسجيل دخول فراح اختار لا عشان ما بدي انظف جوجل كروم، لكن انت راح تختار يس عشان يتم تنظيف جوجل كروم وجميع المتصفحات بشكل كامل. ذاكرة التخزين المؤقت، ملفات الكوكيز والهيستوري والكاش زي ما تشوفون بتظهر قدامكم هون، حياخذ له تقريبا 30 او 40 ثانية وراح يخلص. هون زي ما تشوفون 2.15 جيجا بايت ملفات مساحة وملفات مكررة مؤقتة، لقد وجدنا 15360 مشاكل، يمكننا الآن تحسين أداء حاسوبك. وهون بيعطيك جميع التفاصيل الموجودة على جهازك، 9868 بالنسبة للمستعرض مشاكل وجدت، 1.4 جيجا بايت. هون التفاصيل بيظهر لك الملفات اللي عليها واللي لقاها وراح يحذفها. نرجع خطوة لورا يا إخوان، منظف النظام 1 جيجا التفاصيل وراح يظهر لك الملفات المؤقتة زي ما تشوفون يا إخوان، ملفات النظام المؤقتة، ملفات سجل الويندوز يعني اللي عليها خطأ راح يتم إزالتها بشكل كامل، الريجستري كمان. إحنا راح نسوي خيار ونضغط على تنظيف الحاسوب بالشكل هذا يا إخوان، الرجاء الانتظار فإنه يأخذ لحظة فقط، ما راح يأخذ وقت كتير. بيقول لي مرة تانية سكر جوجل كروم، ولكن أنا عشان جوجل كروم لسه بدي إياه فما راح أسكره، أنت راح تضغط على يس عشان يحذف جميع الملفات المؤقتة وملفات الكوكيز، وبالتالي بتفضي مساحة على الجهاز، بتتخلص من الأخطاء اللي بتكون على الجهاز اللي بتسبب بطء على جهازك في استخدامك العادي أو حتى لما بتكون تلعب ألعاب بيصير الجهاز بطيء جدا. خلص خلصنا من هاي الخطوة يا إخوان، تنظيف الحاسوب تحليل مرة أخرى، لا إحنا ما راح نحلل مرة أخرى. برنامج إخوان بيوفر خيارات تانية لتحسين أداء النظام والجهاز، مو بس هذا الخيار، على سبيل المثال المقطع هون في بعض الخيارات هون، ولكن إحنا راح نشرح الخيارات اللي راح تفيدكم، ولا تروح تلعب في أي خيار أنت مش متأكد منه مش عارفه. النظام، برامج بدء التشغيل، على سبيل المثال برامج الستارت أب لما تشغل جهازك هاي البرامج تلقائيا بيتم تشغيلها، تقدر تتحكم فيها من هون، وأي برنامج ما بدك إياه يشتغل بعد ما تشغل جهازك راح يتم إيقافه من هون. مو بس البرامج، جدولة المهام، هاي المهام كمان لو ما بدك أي مهمة من هاي المهام تبدأ مع تشغيل جهازك لما بتشغله هاي المهام ما راح يتم تشغيلها. الخدمات كمان يا إخوان، السيرفيس، كل هاي السيرفيس أي سيرفيس ما بدك إياه يشتغل تضغط عليه ضغطة هون وراح تضغط على حذف بهذا الشكل، ما راح يتم حذفه لكن راح يتم إيقافه، ما راح يتم تشغيله مع تشغيل جهازك. قائمة الاتصال كمان، ولكن أهم شيء روح على الويندوز وشوف هون أي برامج زي كريسب هذا ما بدي إياه يعني مثلا يشتغل مع تشغيل جهازي، أضغط عليه ضغطة واضغط على الحذف بالشكل هذا يا إخوان. هل تريد حقا إزالة الإدخال من روتين البدء التلقائي؟ نضغط على يس، وكريسب يا إخوان ما راح يشتغل مع تشغيل جهازنا. نفس الخطوة طبعا تقدر تسويها جميع البرامج، وانا بنصحك تسويها لجميع البرامج الموجوده هون باستثناء مثلا الويندوز سيكوريتي. محرك القرص الثابت، طبيب القرص هذا الخيار مثلا بيقول لك يتحقق من القرص الثابت واصلاح اي اخطاء وجدت، على سبيل المثال راح نضغط على قرص السي في المكان هذا يا اخوان ونضغط على ابدا، راح يعمل سكان على القرص السي اللي هو اس اس دي، لو في اي اخطاء او مشاكل او ملفات زايده او مؤقته راح يتم التخلص منها واصلاح هاي الاخطاء. الخطوات زي ما تشوفون بيعمل اسكان وفحص، بصراحه خوارزميات ذكيه جدا بيستخدمها البرنامج عشان يحسن من اداء الجهاز. ولما يخلص بيقول لك انه ما في اي اخطاء، التفاصيل ما في اي اخطاء او اي مشاكل على هذا القرص. بدك تعمل الغاء تجزئه للقرص اضغط على هذا الخيار، مثلا الاس اس دي هذا يا اخوان نضغط على تحليل بالشكل هذا وراح نعمل على تحسين. تحسين يا اخوان بالنسبه للاس اس دي هذا القرص عندي السي هو اس اس دي، فراح نستنى ثواني بسيطه. لما تعمل الغاء تجزئه للقرص واوبتمايز راح تحسن بشكل كبير جدا من اداء جهازك. نفس الخطوه تقدر تسويها جميع الاقراص الموجوده هون، تحليل لو في اي اخطاء راح يلقى لك اياها، وهون تحسين راح يعمل تحسين والغاء تجزئه وخلص نضغط على اغلاق. خيار تحليل القرص يا اخوان، على سبيل المثال عندي قرص السي
رح نيجي نضغط عليه ضغطة، وهون تحديد الكل رح يشوف لك الملفات اللي بحجمها كبير جدا على القرص التالي. رح يعمل سكان ورح يشوف زي ما تشوفون مسح ضوئي لمحركات الأقراص، رح يعمل سكان وبيشوف الملفات الكبيرة جدا اللي واخده من المساحة الخاصة بالقرص عشان يوريك إياها، وانت تشوف الملف هذا لو كان مهم تشوف يعني تخليه ما كان مهم أو تقدر تنقص منه عشان شوف الملفات اللي واخده حجم كبير من القرص. لما يخلص اخوان راح يظهر لك جميع الملفات هون، وراح تظهر الحجم الخاص بها في هذا المكان، تضغط عليه ضغطتين وراح يوريك من الاكبر للاصغر. انا عشان قرص السي اصلا الاس اس دي اخوان ما بحط عليه ملفات كبيره عشان الاس اس دي حجمه بس 120 جيجا. لو عندك انت اتش دي دي او قرص الدي راح يظهر لك الملفات اللي حجمها كبير جدا وتحاول انك تتخلص منها. بالنسبه لخيار الملفات المكرره راح تعمل فحص كامل بالنسبه للقرص اخوان، وراح يظهر لك الملفات المكرره. على سبيل المثال ملف موجود منه ملفين او ثلاث ملفات، تقدر تشيل الملفات هاي عشان توفر مساحه اكثر على جهازك. هاي يا اخوان بعد ما خلص زي ما تشوفون مثلا هاي الصوره مكرره على مرتين، هذا الملف ثلاث مرات موجود يا اخوان، فيه ساعه مكرر ثلاث مرات، الملف هذا كمان مكرر ثلاث مرات، كل هاي الملفات مكرره يا اخوان بيظهر لك اياها عشان انت تروح تشيل هاي الملفات وتوفر مساحه على جهازك. الاداه والبرنامج يا اخوان فيه ادوات رائعه جدا، انا زي ما قلت لكم عشان ما يطول الفيديو بشكل كبير جدا راح اخلي لكم هاي الخيارات تكتشفونها، ولكن احنا بدنا الخيارات اللي بتحسن من أداء الجهاز إخوان. مركز النسخ الاحتياطي هون نقطة الاستعادة، لو بدك ترجع لريستور بوينت سابق تقدر ترجع له من هون. الإضافة تثبيت البرامج وتحديثها، تقدر تحدث البرامج من هون يا إخوان. جاري تحميل البيانات يرجى الانتظار، برامج موجودة على جهازك تقدر تحدثها من هون. البرنامج زي ما قلت لكم بيوفر خيارات رائعة جدا، تقدر تحدث أي برنامج بدك إياه، البرنامج ممتاز جدا صراحة يا إخوان. ولكن زي ما قلت لكم تقدر بين فترة وفترة تيجي هون وتسوي تحليل للملفات الموجودة على الجهاز يا اخوان وتحاول انه تنظفها، عشان هاي الخطوة بتساعد بشكل كبير جدا في تحسين اداء الجهاز والتخلص من مشكلة بطء جهازك. البرنامج مجاني يشتغل على جميع نسخ الويندوز، الرابط زي ما قلت لكم في وصف الفيديو او في اول تعليق. اتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الشرح يا اخوان، لا تحرمونا من اشتراكاتكم في القناة، فعلوا زر الجرس ان شاء الله راح تكون في شروحات اكثر باذن الله. حشارك معكم نسخة ويندوز ممتازة جدا الايام الجاية بالنسبة لويندوز 11 تشتغل على الاجهزة الغير مدعومة. لايكاتكم لهذا الفيديو واشتركوا في القناة، تعليقاتكم في اسفل الفيديو. ما ضل شيء غير اودعكم على ما ان شاء الله اشوفكم في مقطع ستوري سنتوري قادم. سلام عليكم ورحمه الله.